صباح الفل يا رجاله، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ فكره فيديو النهارده ان شاء الله هنحاول نشوف ممكن نعمل ايه هنا في سان فرانسيسكو ب 20 دولار. سان فرانسيسكو تعتبر من المدن الغاليه، او كاليفورنيا عموما تعتبر من الولايات الغاليه هنا في امريكا. بس انا قررت، يعني قلت بدل ما ننزل السوبر ماركت اوريك دي ب 5 دولار دي ب 10 دولار، لا احنا ان شاء الله هنحاول نخش كده ونشوف ممكن نعمل ايه ب 20 دولار. هحاول اخدكم اكتر من مكان يعني على قد ما اقدر، مش عارف اقدر اصور الفيديو ده في يوم واحد ولا في يومين ولا في ثلاثه، هنشوف. انا بس بنوه علشان لو حد شافني مش بنفس الهدوم ما يقولش ايه ده وبيروح يغير ويجي تاني ولا ايه. المهم 20 دولار، حمد هضحي ب 20 دولار بس، هنشوف ممكن نعمل بيها ايه. يلا بينا. يلا بينا، احنا وصلنا اهو المكان. طيب حاجة بسيطة كده بس عايز اقولها قبل ما نبدأ عشان تقدروا تقيموا ال 20 دولار دولت يعني كتير ولا قليلين هنا في كاليفورنيا او في سان فرانسيسكو. الحد الادى للاجور هنا في سان فرانسيسكو 16 دولار في الساعة. الحد الاجنى للاجور في كاليفورنيا يعتبر 13 دولار. هو ده المول هنا اهوت، مش عارف باين ولا لا، بس يلا بينا. موضوع بقى النهارده معانا ضيفة البرنامج ميلا، ف يلا ربنا يسهل كده والامور تبقى بسيطه معاها. وصلنا اهو كده H&M، ده تقريبا اول مكان اخدكم فيه. هنحطينا الماسك علشان لازم تبقى لابسه طول الوقت. في محلات كتير بدات تفتح هنا، الموضوع ما كانش كده في كورونا. H&M يعتبر معشوق المصريين، مش عارف ليه، بس الاسعار فيه رخيصه نسبيا. يلا نخش كده نبص ونشوف الاسعار ايه. We get sap on the track. بس البنطلون ده ب 4 دولار ابيض، في حاجة تانية 18 دولار. ده كده ب 17. احنا عايزين مثلا نصرف هنا ايه، 5 دولار 6 دولار مثلا بالكتير. ده ب 12 دولار. شكلنا كده هنجيب تيشيرت سادة من هنا، بس كل حاجة تعتبر غالية. ده ب 9 دولار. او مثلا نجيب بقى ايه، بوكسرات مثلا او شورتات. مش عارف بصراحة. ستة دولار. كل الحاجات الشتوية دي ب 19 دولار. تعال نشوف البدل. اوه 70 دولار. شكلنا كده يا رجالة مش هنجيب حاجة من H&M.
ممكن نجيب بقى جرافاته مثلا، احنا بس عايزين نجيب حاجه نستفيد بيها يعني فعلا. دي كام دي؟ 17. شكلها كده ما فيهاش اتشنم، كل حاجه تعتبر غاليه، مش لاقي حاجه تعتبر يعني بالفلوس او بالسعر اللي احنا عايزين نجيبه. فممكن نخلع من هنا ونروح مكان تاني. انا في حاجات يعني بسعرها يعتبر مناسب، مثلا ممكن اقل من $5، بس حاجات انا مش محتاجها، انا اعمل لي بجرافات ولا شرابات. لو هنصرف الفلوس نصرف الفلوس في حاجه احنا عايزينها، يعني حاجه هنقدر ابقى بستعملها بعد كده. لا وكاتبين بره ايه في سيل 70%. يا ريتنا كنا قلنا عايزين نصرف $100، بس مين اللي هيبقى السبونسر بتاع الفيديو بتاعي. طيب اما اشوف مراتي عايزه خلصت هنا ولا لسه. انا هستنى بره كده ممكن، بحس ان احنا هنتكلم كلمتين. عندنا في مصر الناس بتروح المولات علشان تتفسح، هنا الناس بتيجي تشتري وبتمشي، عشان كده تلاقي المولات هنا اغلب الوقت فاضيه. وحاجه برضو بدات الاحظها ان في مولات كتير قوي بتقفل، الناس كلها هنا بتشتري اونلاين خلاص، محدش بقى يشتري يعني من المولات. في البارتيشنز اللي هي الصغيره دي زي ده كده، معظم يعني الاونرز بتاعت البارتيشن الصغيره دي ملاحظ ان هم هنود، هي السبيل الوحيد يا جدعان في النجاح او ان انت تبقى شخص غني عموما هو الاستثمار. الهنود دولت بيستثمروا في كل حاجه، في البورصه تلاقيهم، في البيتكوينز تلاقيهم. هو شكل المول كده خلاص، كل حاجه هنا تعتبر غاليه. طيب بما اننا ما لقيناش حاجه في H&M فقلت اجيبكم للمكان ده. المكان ده كده بيبيع زي اوتلتس، حاجات يعني ما اللي ما تبقاش في الستورز الكبيره، ممكن تيجي هنا وتشتريها باسعار رخيصه جدا. الهدوم هنا انا متاكد ان هي هتكون رخيصه. المكان اسمه راس، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، هو ده المكان. فيلا نشوف هنعرف نجيب حاجه ولا لا. مثلا ده بنطلون احمد، كل الناس عارفه البايس طبعا. ده سعره كام ده؟ $16. ما نروح كده بقى لنا نشوف المشروع ده كام. ده بنطلون تاني اهو، البايس كام ده؟ 24. ده ايه ده؟ الشورت ده بكام؟ $68. بعد $68 $10. كل حاجة هنا بيضربوا السعر مثلا. حلو ده. بس غالي. ما عايزين ميديم مثلا؟ تايتل القناة تقريبا كده شكلي هاخد ده. انا ناس بقى وشغل عالي. سعره كام ده؟ $10. يلا هنحاسب. Are you ready? Hi. Can you tell me if you have a small of this one or no? You don't? Okay. Whatever we have, it is there. Okay, no problem. So I will take this one. You can check another Ross. Okay. Yeah, we did. We did. Already. Yeah, but I don't believe you have the same things, yeah, all the stores. اوعى تروح مع مراتك في حته، بص عماله تسال على اسعار كل حاجه. Thank you. So how much is this one? This is $10.99. $10.99. Do you need bag for 10 cents? No, we have bags. Paying with cash or card? Card, please. Insert your card, that's it. بص هنا بقى اسهل حاجه تعملها ان انت تخسر الفلوس. اتفرج بص كده. كده خلصنا دفعنا. Thank you guys. Thank you sir. هنشوف بقى كده خلصنا هنا، هنشوف بقى نروح المكان التاني. يلا بينا.
كورين بحجر. بنخلص الفيديو الحمد لله احنا يعني شكلنا بننجز اهوت وهنخلص الفيديو ده كله في يوم واحد. انا جيت هنا ليه بقى لسببين، عشان ناكل ونشرب في نفس الوقت، في سبواي بحيث ان احنا ناكل وفي ستاربكس. يلا كده هنروح نشوف هنطلب ايه. انا حاسس ان احنا مكسرنا في موضوع القميص ده، صرفنا 10 دولار بحالهم. هنشوف هنا ممكن نعمل ايه بال 10 دولار الباقيين. ممكن نسيب هنا مثلا 5 دولار في سبواي، 5 دولار في ستاربكس. يلا كده هنشوف هنخش هنطلب ايه. في حاجه برضو في مشاكل هنا بتقابلني كتير، تقريبا الموسيقى شكلها عالي، بس مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. كل ما تخش مكان علشان تصور الناس كتير بتقول لي لا ممنوع التصوير ممنوع التصوير، فانا بحاول اصور يعني ايه خلصه او مش خلصه يعني ما اكونش برضو واضح قوي. طيب الكافيه لاتيه زي ما قلت احنا طلبنا 2 ب 7 دولار و54 سنت، يعني مثلا الواحده ممكن تكون عامله كام؟ حوالي 3 دولار ونص مع التاكس برضو. هو ستاربكس يعني نفس يعتبر نفس الستايل في كل حته، في مصر او في اوروبا او في امريكا هنا برضو. يلا هنصور وهوريكم المكان شكله عامل ازاي. طب احنا جبنا الاكل اهو، دفعنا 7 دولار. طب احنا انا كنت فاكر ان الاكل هيبقى ارخص من كده، احنا كده خلصنا خلاص ال 20 دولار. طيب يا رجاله احنا كده جبنا الاكل اهو ومعانا القهوه بقى، فانا هسيبكم هتبقى دي تقريبا نهايه الفيديو. حبيبه بابا وان شاء الله الفيديو الجاي هشوفكم. حاجه بس بسيطه كده حابب ازودها في اخر الفيديو، شكرا على اي حد بيدعم او بيقول لي استمر يا حمدي، والله الحاجات دي اللي بتخليني اكمل الموضوع ده. انا يعني بعمله بحب مش مستني منه مقابل مادي. اي حد يا رجاله عنده استفسار عن اي حاجه ممكن يسيب السؤال او الحاجه اللي عايز يستفسر عنها، لو انا عارف ارد، لو مش عارف يعني مش هفتي ممكن اسال حد تاني ويعرف. الفيديو الجاي ان شاء الله بما ان كل حاجه رخيصه هنا في امريكا، فالناس كتير بتكون فاكره ان هي لما هتيجي هنا هتعمل ثروه، فان شاء الله في الفيديو الجاي ممكن نحاول نتكلم على هل سهل ان انت تبقى شخص غني هنا في امريكا، او سهل ان انت تحوش او مش سهل ان انت تحوش. هنشوف كده ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.